بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 16/5 مدينة شيكاغو. إن شاء الله رحلتنا لأمريكا عبارة عن رايد من شيكاغو لين لوس أنجلوس، مروراً بدنفر، لاس فيغاس، وصولاً للوس أنجلوس. اليوم إن شاء الله هاي الدراجات استلمناها. تخطيط الرحلة والروت كان عن طريق أخونا عبد الله كل حاجة، وصحبة كابتن سمية عبد الله غطار. هلا، احنا انهينا اول يوم رايد من شيكاغو لمدينة سانت لويس. تقريبا الرايد كان 500 كيلو، كان رايد حلو، طريق حلو، وان شاء الله بكرة في الوقت. اليوم الثاني رجعنا ان شاء الله مدينة جنيكا. لبنان ما نعرف بالضبط ايش فيها، لكن بنخلها ان شاء الله بنتها. الرايد بيكون تقريبا 270 كيلو. اول مشكله واجهتنا واحده من الدرجات تعطلت، وكان الشارع بين سانت لويس وليبن دراجة عبد الله. الكابتن مالنا عبد الله هاي راح يحل المشكله. الشركه طرشونا بريك داون الدراجه لمدينه لبنان، من هناك يبدون الدراجه. حاليا في مدينه لبنان، وكاله هارلي ديفيدسون جبنا الدراجه على اساس يصحونها، وبعدين بنقرر نكمل طريقنا ولا نطلع. نهايه اليوم الثاني مدينة فينيتا ولاية لهم. الحمد لله وصلنا على الوقت على حسب الجدول اللي حطيناه له. عملنا تعبنا ساعة ونص تقريبا عشان تسلم دراجة عبد الله غطوان، لكن كان على حساب ورقة. ان شاء الله بالفرق
كابتن عبد الله الحاي نتجنب الهاي واي ونحاول ناخذ طريق 66 التاريخي. المفروض ان نطلع المفروض نطلع نروح مدينة كلينتون، لكن اليوم صادتنا مشكلة ثانية. هذه ثاني مشكلة مع عبد الله غضبان ودراجته. لا، مشكلة دراجة عبد الله غضبان. في مشكلة في قفل التاير، كنا قافلين التاير على أساس منطقة شوية بعيدة عشان السرقات والشغلات هذه، قفلنا التاير. الحين القفل مو راضي يتبطل، نشوف شلون نقدر نحل المشكلة. الشخص اللي شغال على الدراجة هاي من الفندق جاي يحاول يساعدنا، عشان تعرفون المنطقة ايش كثر خطرة. شغال في الفندق ومعاه مسدس. الحمد لله حلت المشكلة، ان شاء الله بنواصل طريقنا. صور لمدينة بنيتا. هي ما تعتبر مدينة، تعتبر تاون على قولة الأمريكان. اللي يميز المدينة هاي روت 66 الأصلي يمر بهالمدينة هاي. هذا هو روت 66 الأصلي. المسافة 270 كيلو. في فيديو كذا فيديو أنا مصوره حق مطعم مشهور وصل على تكساس. خلصنا ريولنا نكمل شغل ريولنا، لكن المشكلة إن مطرة جامدة. طريق كان مطر من
تبعنا اللي وصلنا لأمريلو كان كلها مطار كان يزيد شوية ويخف شوية المطار مطارنا نودل لأن المطار وايد مطول تقريبا مطول كبير داما مطارنا ساعتين في المطار لأن وصل في المطار وكمل الطريق بس بالنسبة للطريق السواقة في المطار تجربة جديدة معنا حلوة استمتعنا فيها أمريلو لا فيها أماكن ها فيها رود 66 فيها وش بعد فيها مطاعم تاريخية فيها إن شاء الله تكسيكان إن شاء الله بكرة إن شاء الله بنجرب كل الأشياء اليوم بنجرب شيء اليوم نروح على رود 66 إن شاء الله وبشرون قال لنا بكرة ما في مطار أول مرة في حياتنا ما نبي مطار عشان ما يخرب الجدول أول مرة بغضبان تلفونه يرن ما يسمع بالنسبة للمطر والطريق تجربة جديدة وحلوة كانت أول مرة نسافر في مطر أعتقد لأن كنا مستعدين حق ماخذين بناطلين وجاكيتاتنا أصلا جلد قفازاتنا جلد فما كان في مشكلة والطريق بعد الشارع غصري ما في نقاع ماي ساعتين صحيح؟ هاي كل اللي عندنا حق اليوم ان شاء الله بكره في بنوافيكم زياده بخليها حق التقرير بكره ان شاء الله غدانا بيكون هنا في مدينه ميرلو في هالمطعم مطعم نصحونا فيه المكتب السياحي اللي رحنا له من قبل نصحونا في هالمطعم هاي خاص حق المطعم يوصل الزباين اي مكان يبون ويجيبهم من اي مكان المطعم من الداخل مطعم كاوبوي هلا مطعم تكسان No, it's okay. I'm taking selfie. تنزل في الوادي وفي
كان على روت 66 سيارات كثف داخلين نص الكبار كان يروحون للناس بعد بالحالة كل شيء. المكان الثالث في مطعم على الروت نفسه مطعم كاريبي حاول نروح له. وفي مكان بعد رابع نقطة حدينا هم روت 66 أصلي سنة 1928 موجود قالون عنه. والحين بروبيكم النقطة اللي النص بين شيكاغو وبين لوس أنجلوس. هذا هو موسيقى داخل. بس هاي مو بالمطعم الأصلي، المطعم الأصلي يحجع على طول نروح بعد نتصور. مثل ما تشوفوا كل شوية بايكرز يجون Okay, why not? It's much better than the freeway. Okay, why not? I will just get a map or your phone, I'll show you on there. All right. Before we go.
هذا هو الشارع اللي نصحنا فيه الجروب اللي شفناه في المطعم الروت كابتن مالهم، يتفرع من الهايوي ويوصل لمدينة لاس فيغاس، بس مو بلاس فيغاس المعروفة، لاس فيغاس نيو مكسيكو. الطريق اول 200 كيلو خدناها على الهاي واي، كانت 200 كيلو عذاب برد ومطر. بعدها خدنا شارع فرعي، طريق فرعي سبحان الله، فيه الجروب اللي كانوا موجودين في المطعم تخيلنا 160 كيلو هذا الطريق. الطريق يقطع وديان وجبال، كلها نزلات وطلعات، شيء خيال. كان قريب معنا 160 كيلو لكن ما حصلنا فيه نهائية. وصلنا مدينة لاس فيغاس، هناك توجهنا لمدينة سانتافيه، خدنا الهاي واي مرة ثانية 100 كيلو. بعد كان الرايد
نغير جدولنا اليوم اللي صار هو اللي صار قبل لا نطلع من الفندق في سانتافي قبلنا واحد قاعد يصور معانا يوم عرفنا احنا رايحين كولورادو دنفر مسحنا الطريق فرعي برا على الهاي واي قال في طول عليكم الطريق شويه مسافر دنفر لكن ما راح طلعنا مشينا على الطريق هاي كان وايد مشينا تقريبا ساعه الطريق هاي وقفنا في مطعم امريكي صورت انا هناك بعد قابلنا واحد بعد نفس الشيء عرف ان احنا رايحين كولورادو ودنفر خبرنا عن تجمع حق الهارليات صاير في منطقة اسمها ريد ريفر قال المنطقة مو بعيدة وايد من المطعم ونصحنا بشدة ان لازم نروح للتجمع هاي غير هاي قال لنا عن الطريق قال لنا الطريق بيكون وايد حلو فعلا كان طريق احلى حتى من الطريق الثاني صورت الطريق انا بالفيديو الفيديو الثاني هو حق الطريق بدربر احنا الحين وصلنا بدربر وهذه صور الحدث عبارة عن رالي اللي سمعناه منهم ان الرالي يشترك فيه 20,000 دراجة هارلي ما اعرف شلون بيسمونها لكن هاللي قالونا لا الحدث مو باليوم الحدث الرئيسي لكن اليوم وبكرة وبعد بكرة بيكون في تجمعات وردي بدينا نشوف شوي شوي هالتجمعات حق الدراجات الهارلي اليوم أيام. تاريخ 21 في كم يطلع كيلو؟ 2000 الألف بألف وستمية يعني 3200 كيلو 3200 كيلو في 6 أيام بديت تقريبا اليوم خلصنا سادس يوم كيلو مدينة رايح قرية كان دارس اي صح نسيت انا اقول انه وصلنا كولورادو وتبعد عن كولورادو شبرين قد 45 مايل وتبعد عن دنفر قد 100 اول ما كمل المايل اعطانا شيء لحد الان حق بكره ما قررنا ايش بنسوي ان شاء الله بنجتمع بكره وبعدين بنسوي بس الجو مطر وبرد والله صوت فوق البرد عشان اكون وضعي من وضعك
الشباب تذكرت الليتا. وصلنا مدينة دنفر، بنبات هنا إن شاء الله في المدينة. الخطة كانت إن نكمل لمنطقة اسمها إيست بارك. المنطقة هذه فيها منتجعات، كان مفروض نروح منتجع على الجبال، عندهم أكواخ هناك، أكواخ على النهر، أكواخ عبارة عن غرفتين ومجهزة تجهيز كامل، لكن حذرونا من الأمطار والبرد. تكلمنا المنتجع اللي كلمناه في المنتجع قال ما انصحكم مجون، خاصة إذا أنتم على درجات. فقررنا نبات هنا في دنفر وبكرة نكمل وجهتنا. هاي كل اللي عندي حق اليوم. اليوم السابع نطلع الحين من مدينة دنفر، نتجه منطقة اسمها كلينوود سبرينج. المنطقة هذه عبارة عن منتجعات وفنادق، ينابيع ماي. نريح شوية وبنكمل تقريبا، يمكن نسوق بعد 200 كيلو. ما في منطقة معينة بنوقف فيها، لكن بنوقف في حد من هالاستراحات اللي على الطريق، على أساس اليوم اللي بعده نتوجه للاس فيغاس. وصلنا مدينة، مو مدينة، هي منطقة كلينوود سبرينج، هوت سبرينج. بعد معاناة مع البرد والمطر والثلج قررنا نبات هنا، وبكرة بنكمل إن شاء الله طريقنا. اسم المنطقة اللي بكرة نروح لها بيعقوب؟ والله ما أدري، في يوتا. يوتا تقريبا 200 تقريبا 400 كيلو، 295 مايل تقريبا، يعني تقريبا تطلع 400 كيلو. بنبات فيها ومنها ان شاء الله وجهتنا الاخيره بتكون لاس فيغاس. قبل الاخيره. اليوم الثالث نوجه ولايه يوتا، مدينه سالينا. المسافه تقريبا 470 كيلو. تسلم. الوجهة هي لاس فيغاس، لكن لأن المسافة طويلة وايد، تقريبا 1000 كيلو، ناخذها على يومين. اليوم 470 كيلو لوتا، وبكرة إن شاء الله بنكمل.
الرايد كان حلو والجو كان احلى خصوصا الطريق حطناه كله على الهاي واي اول 50 كيلو شوي قوي بعدين الشارع دخل على جبال وعلى مكان اكثر الاماكن كنا نشوف نهر كولورادو استمتعنا في الرايد طلعنا تقريبا نص المسافة حق لاس فيغاس بالبات هني إن شاء الله بكرة إن شاء الله بنكمل طريقنا اليوم التاسع الوجهة إن شاء الله مدينة لاس فيغاس ولاية نيفادا اليوم بندخل ولاية نيفادا بنقطع جزء من صحراء نيفادا المسافة 500 كيلو تقريبا نتوقع إن شاء الله بيكون الرايد حلو اليوم بنمر على صحراء نيفادا بيكون تجربة جديدة إن شاء الله. نهاية اليوم التاسع نهاية الرحلة بالنسبة لي أنا مع نهاية فيغاس بكرة إن شاء الله وبعد بكرة بنبات في فيغاس يومين أول مرة بنبات في فندق يومين وبعدها بنروح على لوس أنجلوس ثلاث ليالي في لوس أنجلوس بتكون درجات معانا بعدها بنسلم الدرجات حق الشركة ونطير إن شاء الله على نيويورك ونحل الدوحة إن شاء الله وبهاي نكون أنهينا الرحلة بالنسبة لرايد اليوم كان رايد حلو مرينا بعد نفس الشيء في جبال ووديان كان شيء ممتع بس يوم قربنا من لاس فيغاس كان حر الجو تقييم الرحلة بشكل عام أكيد طبعاً شيء ممتع كان الرحلة ناجحة بكل المقاييس إن شاء الله ما بتكون هاي الرحلة الأخيرة عندنا إن شاء الله مخطط إن شاء الله بإذن الله حق أوروبا مخطط ثاني حق أستراليا بإذن الله يمكن بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث ما نعرف لكن إن شاء الله بإذن الله وهذا بيكون آخر فيديو شو رحلة